أخي الكريم، أولا معركة تعز هي معركة مستمرة، هذا منذ 7 سنوات وحتى الآن، والمعركة مستمرة لأنه جبهات تعز متعددة، أكثر من 300 نقطة تماس مباشر بشكل دائري على المحافظة، وبالتالي لا تهدأ فيها الأعمال القتالية. قد تتصاعد وتيرة الأعمال القتالية والعسكرية، لكن المواجهات والمعارك ويعني الاشتباكات ويعني تبادل الرشقات النارية وغيرها هذه بشكل مستمر، وهناك الشهداء والجرحى وهناك الخسائر في صفوف العدو، هذه بشكل شبه مستمر. ما يحدث خلال الفترة الأخيرة هو يعني تصاعد في وتيرة الأعمال القتالية والعسكرية في عدد من الجبهات، منها كان الجبهة الغربية والذي حقق فيها الجيش الوطني تقدمات واضحة وسيطر على عدد من الأماكن المهمة، ولا زالت المواجهات مستمرة في هذه الجبهة بين الحين والآخر. بالنسبة ل300 وأيضا جهة الجبهة المشتعلة الشرقية، سيادة العقيد، يعني والنتائج، يعني ما هي النتائج بالنسبة لمثل هذه المعارك؟ هل المراد بها أن تحافظ القوات الحكومية على أماكنها، أم هناك استراتيجية لدحر الميليشيات أو حتى تحرير تعز؟ الهجوم أخي الكريم هو النوع الرئيسي للأعمال القتالية، لا تلقى القوات للدفاع إلا في الظروف الاستثنائية، وعندما لا تكون الظروف الموقف الناشئ مناسبة لاستمرار عملية الهجوم. طبعا التحرير واستكمال التحرير وكسر الحصار وفتح جميع المعابر والمنافذ أمام حرية تنقل المواطنين، هذه واستكمال تطهير المحافظة من هذه الميليشيات، هذا هدف رئيسي للقوات في كل أعمالها القتالية.